هل سيتم توزيع ثروة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد وفاته؟ بيان عاجل من الجيش الإماراتي بشأن ثروة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. هل سيتم توزيع ثروة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد وفاته؟ الشيخ زايد الذي أسس اتحاد الإمارات السبع في مطلع السبعينيات اختار دور النائب النفسي عن معظم قضايا المنطقة. تلقى الكثيرون خبر تسلم ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد صهوة الرئاسة في بلاده ببرود، ذلك أن ظل حاكما للإمارات فعليا لثماني سنوات بسبب مرض أخيه الذي تسلم الحكم من أبيه الشيخ زايد آل نهيان في عام 2004، وطرحه المرض في عام 2014 حتى توفي في 13 أيار من مايو الجاري. وتلك النظرة التي تنطوي على جزء كبير من الواقعية وخصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، لكن ليس هذا كل ما في بطن الجدل من تراكمات وتعقيدات في المشهد الإماراتي. لنرجع إلى عام 2006 حين أراد خليفة بن زايد أن يبصم على تاريخ سياسي بشيء من الإيجابية والانفتاح، إذ دشن في ذلك ما عرف بالمجلس الوطني الاتحادي الذي يضم 40 عضوا والذي كانت مهمته استشارية لا تشريعية، لكنه عد خطوة من الانفتاح قليلا على الشعب ولو بصورة مخملية أو نخبوية. واستطاع خليفة بن زايد أن يطور البنية التحتية للاقتصاد الإماراتي، ما جعل البلاد تزدهر اقتصاديا وماليا بشكل كبير. لكن الأهم من كل ذلك أنه كان كأبيه تماما على المستوى السياسي. الشيخ زايد الذي أسس اتحاد الإمارات السبع في مطلع السبعينيات اختار دور النائب النفسي عن معظم قضايا المنطقة. صحيح أن الإمارات في عهد زايد شاركت في دعم صدام حسين في حربه على إيران، ومن ثم في دعم التحالف الدولي لمحاربة صدام حين غزا الكويت، لكن هذا القرار لم يكن إماراتيا ولا خليجيا حتى، بل كان قرارا أمريكيا صرفا دفع كل دول الخليج لهذه المطاحن. الصمت العام للإمارات في ظل حكم الشيخ زايد كان صمتا هاديا يراعي تنمية البلد وعدم الانخراط في حروب ونزاعات وانقلابات وما شابه. بيان عاجل من الجيش الإماراتي بشأن ثروة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الشيخ خليفة بن زايد هو ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة والحاكم 16 لإمارة أبو ظبي كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد. انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا لدولة الإمارات في 3 نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أسس الدولة. وولد خليفة في مدينة العين بإمارة أبو ظبي عام 1948، وهو النجل الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان ولي لعهده. وتلقى تعليمه الأساسي بمدينة العين في المدرسة النهيانية التي أنشأها والده، وكان أول منصب رسمي شغله هو ممثل حاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها، وذلك في 18 سبتمبر أيلول عام 1966، وعمره لم يتجاوز آنذاك 19 عاما. وفي 1 فبراير شباط 1969 عين وليا لعهد إمارة أبو ظبي، وكان عمره حينها 21 عاما، وتولى بالتزامن رئاسة دائرة الدفاع في إمارة أبو ظبي. وكان من ضمن مهامه الإشراف على قوة دفاع الإمارة التي كانت نواة جيش الإمارات. أول رد من الشيخ محمد بن زايد بشأن ثروة أخيه خليفة بن زايد. ثروة الشيخ خليفة بن زايد أصبحت حديث الساعة، فعلى الرغم من مرور ساعات قليلة على إعلان خبر الوفاة عبر بيان رسمي من الرئاسة في الإمارات، إلا أن الفضول يسيطر على الجميع، يريدون معرفة ثروة الشيخ خليفة بن زايد وممتلكاته الطائلة. وقد أعلنت الرئاسة في الإمارات اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر 73 عاما إثر إصابته بسكتة دماغية عجز الأطباء عن مساعدته وإنقاذه منها. ويعد الشيخ خليفة بن زايد من أغنى الحكام العرب ورابع أغنى حاكم في العالم كله، وتقدر ثروته بحوالي 18 مليار دولار أمريكي، بخلاف امتلاك الشيخ خليفة لحوالي 18 مليار دولار. فإن قائمة ممتلكات وثروة الشيخ خليفة بن زايد تمتد طويلا لتشتمل الكثير من الأصول والعقارات حول العالم. ويمتلك الشيخ خليفة أكبر يخت في العالم واسم اليخت عزام، وطول اليخت 180 مترا وتم بناؤه على مدار 4 سنوات وتكلف تقريبا $0.5 مليار. كما تؤكد مصادر مقربة من الرئاسة أن المصاريف السنوية لليخت تصل إلى $50 مليون، ويضم اليخت مسبحا في الداخل ومسبحا على السطح، كما يحتوي أيضا على مهبط للطائرات المروحية. وما هو موقف ثروة بن زايد آل نهيان بعد وفاته؟
انتهوا مراسم دفن الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد ونشر صورة قبره الذي دفن فيه. أخذ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في عقد مقارنات بين البرج الشهير خليفة الذي سمي باسمه في دبي وقبره، واتخذ المغردون من صورة قبر الشيخ خليفة بن زايد المتواضع عبرة، ووجهوا من خلال رسالة لكل حاكم وطاغية مهما بلغ الطغيان وكان زمن المال. واستشهد على نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بمقطع فيديو للأخير، وما قاله عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات الذي وفاته المنية الجمعة جاء ذلك بتغريدة الأعلى على صفحاتي بتويتر، حيث قال حسني مبارك في مقطع الفيديو: الشيخ خليفة نعرفه رجل طيب جدا، على الخلق جدا، لا يتكلم كثيرا، أمين تثق فيه، وجهه يريحك عندما تتكلم معه، وفي صفات من الشيخ زايد كثيرا. هل خليفة بن زايد هو أغنى رجل في العالم وما هو موقف ثروته؟ يعتبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي اختير السبت رئيسا للإمارات رجل البلاد القوي وحاكمها الفعلي الذي يقف وراء صعودها الدبلوماسي منذ سنوات. وتلقى الشيخ محمد تدريبا عسكريا وهو من عشاق كرة القدم، وكان القوة المحركة وراء الكواليس في أبوظبي عاصمة الإمارات طوال السنوات الماضية. منذ إصابة الشيخ خليفة بن زايد بجلطة دماغية في عام 2014 تسلم الشيخ محمد السلطة السبت غدا وفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي تولى الحكم في عام 2004. وفي مذكرة دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكليكس تعود إلى 2009 وصف السفير الأمريكي السابق في الإمارات العربية المتحدة ريتشارد أولسون الشيخ محمد بأنه الرجل الذي يحكم الإمارات بعد أن بقي لسنوات الحاكم الفعلي في ظل أخيه خليفة بن زايد آل نهيان. اعتلى الشيخ محمد بن زايد سادة الحكم في الإمارات العربية المتحدة بعد أن كان الوجه الدولي لبلاده في المنطقة والعالم، حيث كان وراء اتخاذ قرارات غير مسبوقة في تاريخها بالمشاركة في حرب اليمن. يحبذ الشيخ محمد عدم الإدلاء بتصريحات علنية ويميل إلى عدم الظهور الإعلامية، ولكنه يعتبر وراء قرار بلاده في عام 2015 برسالة قوات عسكرية إلى اليمن في أول حملة تاريخية خارجية منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971. كما كان هو القائد خليجي وقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل خارقا إجماعا عربيا منذ عقود يقضي بعزل إسرائيل. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب توزيع ثروة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.